طفل 17 اون تضربو انت برصاص يا الحقار. ها يا الحقار وعله وعله كي عندك كويبيسة. احنا عندنا الله سبحانه وتعالى، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. بالمناسبة لازم نندد بهذا الاخر، نعم لا للعنف، انا ما نحبش هذه. وشباب الجالية الفرنسية نقول لهم كلمة من الجزائر، احذروا هناك من يريد لكم ان تندمجوا مع الفوضى، يريد لكم ان تدخلوا في الفوضى، يريد لكم ان تعيشوا هذه الحياة، احذروا. ها نحلوا عينيكم انتبهوا. الذين حرقوا البارحة المصحف في ستوكهولم امام المسجد، احذروا يا مسلمين انتبهوا. راهم شايفين الاسلام منتشر في كل مكان، شايفين المساجد، شايفين الصحوة الله يبارك، شايفينكم في كل مكان، شايفين الحج اللي ولا بالست ملايين، شايفين الشباب، شايفين عودة الحجاب. راهم حابين يقولوا شوفوا المسلمين حتى وتغلطوا كاين عدالة. خلوا العدالة الفرنسية تأخذ مجراها، خلوا العدالة تأخذ مجراها وسينصره الله سبحانه جل وعلا. ولكن احذروا يا أولادنا، احذروا يا أولادنا، احذروا وانتبهوا. والمظلوم ربي ينصره إن شاء الله. مات مظلوم وصغير طير الجنة إن شاء الله، نعزي أهله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم هذه المعاني فهما جميلا، والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.